اليوم 17/8/19 هسه فقس فرخ ماكو دقايق وفرخ الاخ الصبح فقس الحمد لله والشكر ان شاء الله يعيشون وراح اسوي عنا افلام على عدد الايام. اعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام السلام عليكم اينما كنتم. اليوم البلابل صار عمرها 7 ايام، اليوم 23/8/19 فقسه، اليوم 17/8 تشوفون ما شاء الله حجمهم والريش مالهم بسبع ايام. اليوم راح اخليلهم الحلقات بعمر 7 ايام حتى يتعودون عليها وتعيش وياهم تبقى. هاني سبق وان عملت افلام عن وضع الحلقات، الانتباه دائما لانه يكون رجليه رقيقة ولا تروح تنكسر اصابعها او تنكسر رجله، دائما احاول انطي وقت تنتبه دائما للحلقة بأنه عدلة وتدخلها بأول 3 أصابع. شوف دائما يسحب أصابعها وهاني ما أحاول أضغط عليها حتى لا تنكسر، دائما كون متأني لا تستعجل حتى لا تسوي شي غلط. مرة مرتين 3 الى ان تدخل الاصابع كاملة. هم اشوف دي يخلي اصبع واحد خارج الحلقة الى ان تتأكد من ان 3 اصابع دخلت للحلقة. هسه هاي 3 أصابع داخلة للحلقة ما اريدها تطلع قطلة. شو مرها راح احاول اسويها بطريقة اخرى لانه جسمه كلش رقيق. هاي دخلت الحلقة هسه برجله، وتتأكدوا من انه الحلقة قاعدة صحيح. الأظافير اللي هي تخلي الحلقة ما تدخل بمكانها مضبوط، فلا تتصورون هو دي يتعذب أو دي يتأذى، لا بس هو بطبيعته يتحرك هواية، خاصة بس هاي الأظافير 3 دخلت. Thank you.
خلصنا هسه من تلبيس الحلقات بعمر 7 أيام، وإن شاء الله يصير عمرهم 12 يوم راح أبدي أسحبهم من القفص. هسه راح أرجعهم للعش مالتهم جوا، وأتمنى لكم الموفقية وشكرا لمتابعة القناة واهتمامكم بها ومشاركتها مع جميع الأصدقاء وتفعيل الجرس حتى يوصلكم أي شيء جديد. أتمنى لكم كل الخير والموفقية ودمتم في رعاية الله. أعزائي، اليوم 28/8/19، الفراخ وتشوفوهم طلعوا من العش بعمر 12 يوم، ما شاء الله يطيرون وريشهم تقريبا كامل. بعد شوية راح أخذهم من القفص، أخليهم أنا أبدي أوكلهم. طبعا أول يوم ونص راح يكون صعب علي وعليهم، ما راح يتقبلون الأكل، لكن بمرور الوقت راح يتقبلون الأكل من عندي، وإن شاء الله أتوفق بهم. وراح أشوفكم مقطع لاخر عن أخذهم بالقفص. أعزائي، الأفراخ أخذتهم بالقفص، عمرهم اليوم 12 يوم، ووكلتهم هسة وراح هاي مسوي لهم السرنجة اللي هنا الأكل، وهذا الدود القبابي هنا جبت لهم اياه، والمفروض راح اسوي لكم افلام او مقاطع عن شلون تخليهم اليفين. هسه وكلتهم مره واحده بالسرنجه بس، انا فتحت عليهم ووكلتهم، الى حد باكر راح يبدون هم يفتحون حلقهم. المفروض نعلمهم يجون على الايد من هسه حتى لا يتوحشون، يصيرون أليفين، يتعلمون على الإيد منهم صغار، بالإضافة إلى تسمعوهم أصوات البلابل. أنا أسمعهم أصوات البلابل فيبدون يتعلمون من هالعمر، بالإضافة لو تشوفون قطارة مع المي جايب لهم بين فترة وفترة، أخلي لهم قطرات من المي. بهالعمر هذا 12 يوم ما شاء الله صحتهم زينة، ريشهم تقريبا كامل. لو تشوفون الذيل بعد ما هسه دا يبين، فخلال أسبوع راح يبين طول الذيل ايش قد راح يطول. أنا من سويت الخلطة مالهم، خلطت وياه عسل ويا الخلطة الخاصة بالأكل، وهذا هو راح يقويهم. أتمنى أن تستفادوا من المقاطع اللي قد أسويها بالمستقبل للأفراخ، شلون تجعلوها أليفة وتخلوها على أيديكم دائما، توكلوهم، بالإضافة إلى ترجعوهم للقفص، ما تبقى بس خارج القفص حتى تعرف بأنه القفص هو بيتها، تأخذهم وتطلعهم برا، توقفهم فوق القفص. أنا بالوقت الحاضر ما راح أخلي لهم أكل ولا هسه أنا مخلي، بس أنا راح أستعمله لهم يجوز مرات، وخلال فترة يصير عمرهم بالعشرين يوم راح أخلي لهم مي، وأخلي لهم مي بالمشربة، وأخلي لهم الأكل. ورا العشرين يوم راح يبدي هو يبدي ينقر يستكشف شو مخلي لهم من أكل، يبدي يتعلم ياكل وحده، لكن لازم نستمر نوكلهم.